بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل حاجة اسمها كاستم تشيك بوكس، يعني الغرض منها بصراحة انك تبقى عارف ان احنا ممكن نعمل كاستم لأي برضو كنترول. انا هجيب بس لو حاجة اسمها فيو، الفيو ده بس نعمل لي كده ايه، اكيد نعمل لاين فاصل. يعني الفيو ده ممكن اقدر اعمل بيه فاصل، هوريك ازاي. هدي هسميه فيو لاين، خلاص. والهايت بتاعته كان عاملها هو راب كونتنت، تمام. فاحنا هنعملها 1 دي بي بس، الهايت بس نديها كده ايه 1 دي بي عشان تبقى العلو بتاعه كده، فياخد ايه، فيظهر كأنه خط عرضه اللي هو في الاخر الاصل طوله يعني 1 دي بي. والباك جراوند ممكن نديله لون كده غامق عشان يبان، تمام. ده الفيو، تمام، كويس جدا. مارجن عايزين نعمله اهو، مش عايزين يعني، مش مشكلة يعني. فانا هديله بس هامش كده ايه 5 من جميع الجهات كده، عشان يبقى سايب في هامش فوقيه وهامش تحتيه وهامش يمنع الجناب. يعني الكود بتاعه هو فيو الاي دي والهايت والويدث والمارجن زي ما احنا شايفين، وادي الباك جراوند. عمل لي ايه؟ عمل لي لاين، هسميه لاين فيو عشان احنا بنحب نسمي الاسماء، وبعد كده الاسم الستاندرد في الاخر كامل كيس. طيب لو يعني عملناها 2 دي بي هيبقى خط الخط اتخن شويه زي ما احنا شايفين كده. طيب ما علينا، مش ما علينا من الفيو. نرجع للباتنز، نرجع للتشيك بوكس. احط التشيك بوكس عادي جدا بعد الباتن ده، اتاكد ان هو علم لي العلامه دي. ايوه بالظبط كده، لا مش عايزه فوقيه، انا عايزه تحتيه، تمام. ادي التشيك بوكس اللي ابدا عايز اشتغل عليه المره دي، واخليه كاستم. يعني مربع بيتعلم عليه جوه علامه صح او بتشيل علامه صح، انا مش عاجبني ده، عايز اغير الديزاين ده. يبقى ليه تو كيسز بس مش بالشكل ده. فعملت نيو ريسورس فايل، والفايل ده هسميه تشيك بوكس او كاستم اندرسكور تشيك بوكس، ماشي. وعلمين عادي، قال لي انت هتعمل سيلكتر، قلت له ماشي. انا السيلكتر بتاعي هيبقى فيه تو كيسز انا عايز اشتغل عليهم. الكيس اللي هو ما يكون تشيكد، والكيس بتاعه اللي هو انا تشيكد، تمام. فاعمل الايتم الاول، الايتم الاول بتاعي ان انا هخش على اندرويد ستيت تشيكد، الستيت بتاعته لما كنت تشيك دي ترو، هظهر في الايتم ده حاجه اللي هو عايز اعمل علامه بدل علامه المربع اللي فيها صح. فاقول له روح اختار لي صوره من اندرويد دوت دروبل، خلاص احط صورتين. انا دلوقتي هخش كده افتح في الايه في الاكسبلورر، واحط صوره انا عايزها جوه دروبل هنا، صوره انا عايزها في علامه الصح وصوره انا عايزها في علامه الغلط. فانا جبت ايه لايك ايكون وديسلايك ايكون، بحيث لما يعلم يبقى لايك ايكون، ديسلايك ايكون لما يكون مش ايه مش معلم. فنزلوا لي في الدروبل هنا، فاقدر اقول لهم ادي دروبل اهو دوت اي سلاش اد دروبل على لايك ايكون. ده الايتم الاول، كابي بيست منه على طول. بس الايتم بقى في حاله مش التشيك دي تكون فولس، اخليها بقى ايه تشغل الايكون اللي هي الديس ايه الديسلايك ايكون، تمام كده. حلو، ادي الايقونين اهم، الايقونتين اللي انا محددهم. طبعا انت بتكون جايبهم بقى ومنسقهم ومظبطهم وحاططهم يعني عشان يظهروا في التشيك بوك بدل التشيك في حالات التشيك بوكس. طبعا الكلام ده ينفع معانا في الراديو باتون وفي الحاجات بتاعه كل اللي او لا والكلام ده كله يعني، او كل الايكونز. بس انا بنعرف الطريقه في حاله او اكتر من حاله، وانت تبقى عرفت الاسلوب يعني. فادي التشيك بوكس بتاعي، عشان اربطه بقى باللي حصل ده هناك اعمل له ايه؟ هقول له اندرويد باتون، تمام. الاندرويد باتون بتاعي اندرويد كولون يعني باتون، يعني هقول له روح على دروبل سلاش كاستم تشيك بوكس. انا في الايه في لان حاطط الكاستم تشيك بوكس جوه مين؟ جوه الدروبل. فهو خير هيشوف الاكس ام ال اللي هيدي له امتى ما يكون ترو وامتى يكون فولس. خد بالك في الحلقه الاولانيه طلع كده علامه اكس لتحت تشيك بوكس، دوس على تتقلب لفوق، دوس على تطلع لتحت، كويس جدا. اخد بس سبيس كده بعد كلمه تشيك قبل تشيك بوكس عشان ما يبقاش لازق فيها ايكونز بتاعت الصح والغلط، اللايك والديسلايك. تلاحظ اهو، ايوه اعلم عليها بقى لايك، اعلم عليها بقى ديسلايك، تتحرك معايا زي ما انا ايه زي ما انا عايزه كده. عملنا كاستم تشيك بوكس، وبناخد طبعا البرمجه بتاعته عاديه طبعا زي اي تشيك بوكس عادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.